أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2 أيلول 2/9/2023 هيكون مهم جدا أننا نتقبل ونستمتع بأهمية النجاحات الصغيرة اللي بنبقى بنحققها خلال الأسبوع. يوم السبت يوم مناسب جدا لينا، مش بس عشان نجري تقييم رصين للأسبوع اللي عندنا وللمسار اللي احنا بنسلكه خلال الأسبوع ده، لكن برضو عشان نستجمع شجاعتنا ونتقدم أكتر بجراءة واجتهاد أكبر. هيبتدي كتير مننا في اليوم ده بمزاج ورغبة في إنه يعمل حاجات كتير حلوة، لكن الخير والشر هيمشوا مع بعض جانب لجانب في اليوم ده. في بعض الأحداث اللي هتحصل هتبقى بتثقل كاهلنا بشكل كبير، ممكن تبقى بتسبب لينا خيبة أمل إحنا في غنى عنها. في حزن هيظهر، في ألم ناتج عن انفصال هيحصل أو فشل في يومنا ده. بالنسبة ليوم السبت هتتمكن من إنك ترتاح وتستمتع ببعض الأنشطة الممتعة. هيبقى يومك مناسب للسفر والترفيه خارج البيت. ممكن تخطط لكل شغلك والتزاماتك المهنية للأسبوع اللي جاي. يومك مناسب جدا لو قررت تحمل أو تولد طفل أو تاخد قرارات مهمة بتتعلق بالطفل. النهاردة هتبقى يومك مقبل أكتر وهتستمتع بأهمية النجاحات الصغيرة اللي انت بتحققها خلال الأسبوع ده. النهاردة وقت حلو عشان تجري تقييم رصين لمسارك اللي انت سلكته خلال الأسبوع. في استجماع لشجاعة واضح جدا، في تقدم من خلال جراءة واجتهاد أكبر هيبتدي يظهر في اليوم ده. في رغبة في اننا نعمل حاجات كويسة جدا، لكن الخير والشر هيمشوا في جانب واحد. في بعض الأحداث اللي حصلت امبارح هتبقى بتسأل كاهلنا في اليوم ده بخيبة أمل وحزن، وممكن يبقى فيه تفاصيل كتيرة احنا في غنى عنها، لكن هنستمتع بيوم فيه تواصل حلو مع النساء بغض النظر عن أعمارهم وأساس علاقتهم. هيكون بيحمل تجارب ممتعة وأخبار حلوة هتبقى بتعتمد على الحظ أكتر، هنستخدمها في اليوم ده ونحقق بيها نجاحات. هنبقى جاهزين نتكلم مع مستقبلنا اكتر ونتحكم فيه بقرارات مهمة في مشاريعنا في الفترة الجاية. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.